وهذا سائل يقول: ما معنى قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؟ واضح، الأمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل في سبيل الله. ولو أن السائل كمل الآية قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال، فهو يهتم بنفسه ويحرض المؤمنين على القتال، ما يسكت يقول ما علي إلا من نفسي. نعم.